ما في. شو حافظة لك كاظم الساهر؟ ها؟ ها؟ الورطات دي. سألنا رحمة عن تشكيلة للمنتخب، طبعا حدا ساعدها، ما أعرف مين ساعدها، حدا حط التشكيلة، حنشوف مين التشكيلة. حطت في حراسة المرمى صديقنا وحبيبنا نور صبري. طيب ماكو يعني ماكو أقوى من نصر صراحة. طيب بنشوف الدفاع مين حطيتي؟ حسام الرسام، نور الزين. اسألني ليش حسام الرسام ونور الزين؟ لازم تسألني دفاع. ليش؟ ضخمين وطوال. ولا عركة هي ولا عركة لازم. ولا وعباسم. يا آلاء. وعباسم مدافع. آلاء دائما تدافع بقوة عن المرأة وعن الأطفال وعن هواي أمور. محترم جدا. نشوف الوسط. ورجونا الوسط. نشأة أكرم ورحمة رياض. أحط حالك وسط. حاطة نفسك مع المايسترو. كيف يا أنا كيف صحيح؟ مرة واحدة نشأة أكرم؟ هي حرة هي والله. تشكيلتها هي تحط. حلمي طموحي أكون بيجي فريق. إيه والله. طيب ومين هجوم حطيتي؟ مايس قمر والله ويونس محمود. أنت مع الدفاتر القديمة ها؟ إيه إيه طبعاً. مين مدرب؟ مين مدرب؟ فيرا. فيرا. فيرا اخذته معه كاس اسيا 2007 وان شاء الله فيرا لانه يعني احنا نتفائل بيه جاب لنا كاس اسيا ان شاء الله. شكر من كاظم الساهر. شو وضعه؟ حكم. حكم؟ ما في. شو حافظه لك كاظم الساهر؟ ها؟ ها؟ الورطات دي شو؟ سلمتك بيد الله يا محملني أذية يا ريت ما شفتك. بجابك علي. ماشي ماشي. دور رحمة رياض انتهى في هذا البرنامج. هاي آخر مرة تطلع. إلي المخرج إذا بتحط عليها ولو لقطة انتهت من البرنامج، خرجت من التشكيلة تبعنا. ماشي راح نشوف تشكيلة محمد حط اصحابه كلهم. لا انا حطيت المظلومين اعلاميين. طيب هات لنشوف. هات اوكي ارجونا نشوف تشكيلة طيف عادل. طيب حلو الاسم. الصوت عندنا بالعراق. مهندس الصوت فعلا. طيب بعد دفاع قصي عيسى. اهم شعراء عندنا بالعراق. يا الميالي، سيف الفارس، ورامي العبودي. طيب ليش حطيت شعراء؟ ما يعني مظلومين اعلاميين وهم هم الوتد مال الاغنيه العراقيه. حلو الوتد، حبيت هالكلمه. نعم الوسط هات لنشوف. وسط حطت الملحنين التوب بالساحة. جاسم، علي صابر. متفقين انتوا في اثنين، نور الزين وعلي صابر. انا خالد كملحنين. انا حاط تشكيله اللي هم كانوا الشعراء مظلومين اعلاميا، المهندس الصوت مظلوم اعلاميا. اوكي فانا حطيتهم والملحنين هذول هم الان. وبالهجوم مين حطيت؟ هلا نشوف موزعين الهجوم. حسام الرسام. انا حسام الرسام. محمد ساها. ها انت مو حاط اسمك زين. الهجوم حاط نفسه. اوكي مين المدرب؟ هات نشوف مين حطيت مدرب. مدرب استاذ رافت البدر. حكم ايسر القاسم، مهندس الصوت، وهم مظلوم.